أول فيلم عرضته بحياتي هو تاكسي الغرام في 1975. فن العرض هو أساس صالة السينما، من غيره ما في عرض وما في إشي بضاهي صوت آلة العرض القديمة بالنسبة إلي. أول سينما قديمة بتخطر في بالي هي سينما فيلادلفيا، درياتها الضخمة بتحسسك إنك نجمة عالمية وإنت فايتة. مش ممكن أنسى كيف القاعة كانت تكون ملانة يوم عرض أفلام بوليوود فيها. الناس بتعرفني كفنانة، لكن أول مهرجان للسينما بقدمه هو مهرجان عمان السينمائي الدولي، أول فيلم، واليوم صار عمره سنة. وبنلت إلى السنة الثانية على التوالي ولسه الظروف ما زالت استثنائية، بس تأقلمنا وعم نتعايش. حضرنا للمهرجان وبيهمنا إنه الناس تحضر أفلام وتبعد شوي عن الواقع وتشوفه مختلف على الشاشة. قوية صناعة الأفلام اللي مهما كانت الظروف صعبة أو مهما كانت رحلة عمل الفيلم شاقة، إلا إنه في إصرار وشغف كبير من صناعه ليخلوه يبصر النور. هدف مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم صار معروف، وهو الاحتفاء بالأعمال الأولى العربية والدولية ودعم صناع الأفلام في المنطقة. في الدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، حبينا نبدأ بالموسيقى وتحديداً بمجموعة من مقطوعات موسيقى تصويرية لأفلام من الأردن وسائر العالم، يمكن طغت في بعض الأحيان على شهرة الفيلم نفسه. ما بتقدر تسمع هالنوتات الموسيقية إلا وتربطها بمشاهد محفورة بالذاكرة الشعبية للعديد منا، واللي رح تحييها هلأ المجموعة الأردنية الموسيقية. ولأن في هذه الدورة قررنا ناخذ خطوات صغيرة لكن أكيدة لمراعاة البيئة قدر الإمكان، حبينا نصور هالمقطوعات الموسيقية أمام محركات الهواء بالجنوب وبالتحديد بالطفيلة.
51 فيلم في هاي الدورة من 26 دولة كلها جديدة من 2020 و2021، بعضها في عرض عالمي أو عربي أول. في أحلى من هيك مهرجان؟ الأفلام العربية رح تتنافس على جائزة السوسن السوداء. لجان التحكيم لهاي الدورة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة، سمير، تشابا بولوك وخالد حداد. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة، مي مصري، كارولاين بوشون والياس شاهين. أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الروائية القصيرة، فادي حداد، جيروم بيلارد وأناهيد فياض. وللجمهور فرصة للتصويت كمان واختيار فيلمه العالمي المفضل. المهرجان عم بكبر شوي شوي، وما رح يضل بس بعمان هاي السنة، ورح نوصل لإربد والسلط وادي رم. وترقبونا على منصة استكانة. في أسماء صارت مرتبطة بدعم السينما الأردنية والعربية، وفي كل فرصة أثبتت إنه من أولوياتها إغناء الجو الفني والثقافي في الأردن والمنطقة. ومن هاي الشخصيات سمو الأميرة ريم علي، رئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، واللي رح تفتتح المهرجان بكلماتها. يسعدني ويشرفني أن نلتقي مجدداً في الدورة الثانية لمهرجان عمان السينمائي للأفلام أول فيلم. انطلق هذا المهرجان في العام الماضي على الرغم من كل التحديات التي فرضها الوضع الصحي العالمي. نشعر بالفخر اليوم ونحن نرى هذا المهرجان ينمو ويتطور ويصبح حدثاً ثقافياً وطنياً مهماً، ونحن نتطلع إلى أن يصبح منارة في عالم المهرجانات السينمائية في المستقبل القريب. وبدعمكم فإن مهرجان عمان السينمائي يستطيع أن يحدث فرقاً لدى الجمهور وصناع الأفلام وكل الذين يؤمنون بقوة الفن والثقافة. سعداء لأن ضيوفنا لهذا العام جاءوا من جميع أنحاء العالم، ونحن نسعى دائماً إلى توفير منصة لتقديم أول الإنجازات لصناع الأفلام من العالم العربي وخارجه، ونسعى أيضاً إلى دعم المشاريع الأردنية والعربية وإنشاء سلسلة من اللقاءات والندوات الملهمة والمحفزة فكرياً. من أبرز فعاليات هذه الدورة استضافة مهرجان الفيلم الفرنسي العربي، وهو حدث سينمائي عريق ومهم في الأردن. فنحن نؤمن بأن تكاتف الجهود يقود إلى المزيد من التنوع والإبداع. ومن القضايا التي نسلط الضوء عليها قضايا البيئة في ظل الجائحة الحالية والأخطار التي تهدد كوكب الأرض. أحب أن أشكر أعضاء لجان التحكيم والخبراء الذين ينضمون إلينا وسيشاركوننا الخبرات والمعارف وهذا الوقت الثمين. واسمحوا لي أن نتقدم بالشكر والعرفان من شركائنا من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين جددوا إيمانهم ودعمهم لنا وسمحوا لهذا المهرجان أن يرى النور مجدداً. وبالتأكيد فالشكر الموصول لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الراعي الحقيقي والمؤيد لنشر ثقافة السينما في الأردن، والشكر الكبير لزوجي الأمير علي الذي دعمنا وشجعنا على الاستمرار في كل الظروف لأنه يؤمن بالدور المهم للسينما في المجتمع. في النهاية أدعوكم لتستمتعوا بالأفلام والمناقشات واللقاءات، فمن فوائد الثقافة أنها أعطتنا فرصة للتواصل الحقيقي والمؤثر والمتنوع وبخاصة في هذه الظروف. ونحن نشعر بالامتنان الكبير لهذا الحدث السينمائي ولهذه الأيام التي جمعتنا من جديد. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم. Ladies and gentlemen, welcome to the second edition of the Amman International Film Festival, Awal Film. Let the festival begin. رائد الفن التشكيلي في الأردن مهند درة غادرنا في بداية العام، السلام لروحه، لكنه معنا اليوم لأنه الفنان بيعيش للأبد من خلال فنه،
وقديش إحنا ممتنين لمهنة الدرة كونه صمم لنا منحوتة السوسن السوداء وهي جائزة ورمز المهرجان. واليوم في افتتاح الدورة الثانية ما منقدر ما نلتفت لبدايات هذا الفنان العظيم اللي أتقن الرسم منذ طفولته وهو في مدينة الكرك. معروف بأنه الإنسان كان يحب اللون من القدم، يعني من العصور الحجرية الأولى. ولو فرضنا أنه هذا الإنسان نفسه مولع النار في المغارة وإلى آخر، وبدأت ظلال النار على الصخور تتراقص وإلى آخر، فهو صار يشوف فيها الأشياء اللي هو بيخاف منها، صار كأنه العقل الباطن اللي يشوف الوحوش اللي خايف منها او اللي بحب يحصل عليها. فاحنا نفس الشيء، احنا ما اختلفنا عن الانسان القديم، يعني احنا ممكن نشوف بتشققات معينه نشوف فيها اشياء. هو يعني الانسان القديم هو اللي كان يزين حاله اكثر من المراه، يعني هذا بيشبه الحياه عند الحيوانات، عند العصافير تيجي العصفور الطاووس هو الذكر اللي بيشوف حاله اللي بيفرش ريشه، بس انا لسه بحب الانثى. المهم بالفن، بتدريس الفن، انه كيف ندرس الفن، بس كيف نعلم الطالب انه ينسى الدروس اللي اخذها وينطلق لوحده ويصير حر. لأنه إذا صارت الأكاديمية التزم بالأكاديمية إلى الأبد بيصير أسير للأكاديمية، وصعب إنه يعبر عن خياله الغير محدود. ليه بده يعبر عنه أكاديميا وحسب القواعد والنظريات الأكاديمية؟ فلذلك كثير مهم التدريس، وكمان إنه كيف ينسى هذه الدروس ويصير حر. يعني المفروض انه نطلع على الصورة بدون ما نعرف التاريخ اللي خلفه. في العام الماضي غادر الكثيرون من كبار الأسماء في عالم السينما، فالتحية للذين سيبقون أحياء من خلال أعمالهم. Thank you.
هالمهرجان ما بيتم من غير ما يآمن فيه شركاء كتار مشكورين على دعمهم، واللي فيه منهم عم بدعموا المهرجان للسنة الثانية على التوالي، ومنهم هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية الأردنية للأفلام وشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والملكية الأردنية وزين. وهلأ مع فيلم الافتتاح غزة منامور لطرزان وعرب ناصر، هذا الفيلم اللي حاز جوائز كتيرة في مهرجانات عالمية واللي صورت أجزاء كبيرة منه في الأردن. الفيلم إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا والمهرجان الفرنسي العربي، ضيفنا لهذا العام أو رانديفو، وإحنا كتير سعداء بهذا الموعد اللي بثري البرنامج. استمتعوا بعرض هذا المساء وبالعروض القادمة. بدت قصتي وأنا عمري 9 سنوات. وحشتيني يا أبو. اللي كنت متعودة عليهم خلص راحوا. مش تغير بس الخوف اللي بداخل. Thank you.